الراديو 90-90 هواها مصر. على الراديو 90-90 شهر جاز وشهر باز قاعدين على الكرسي الهزاز دي حملة أبله وده أستاذ هنا نازلين هري وعجن ولاد جايبين سيرة كل الناس فلان إدارك فلان محتاس ودي حملة ماسكة عصير أناناس وده فنان خاطي بحتة بيت نازلين هري وعجن ولاد في سيرة راجل وسيرة ست دي اتسوقت دي اتطلقت ودي في أوروبا روقت وده اشترى وده افترى وده غاوي فشر وفشخرة وده هو بطل الاستمزاز شهر جاز وشهر بار يا شهر جاز يا شهر جاز انت يا وليا لاسمك شهر جاز أمرني يا سريع النفاذ بقولك ايه يا شهر جاز الدنيا خلاص اتمست ما تيجي جنبي يا كتكوتة وقبل ما نعس احكي لي حدوتة من عيني يا ابن المبسوطة صدر ودنك يا مولايا بلغني ايها الملك اللي مش عارف ينام الا اما يسمع الحدوتة التمام احكي لك قصة لو اتكتبت بالابر على اماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر احكي بسرعة وهاتي الخبر كان يا مكان في أحد البلدان كان فيه كابتن كورة معتزل وكبير اسمه الكابتن مهدي الشهير هو الوحيد اللي دخل جون لمنتخبنا في المونديال ومن ساعتها وهو زالل الشعب عمال على بطال وطول الوقت بيتكلم عن نفس الجون لغاية لما الشعب زهق واتصاب بالجنون وأول ما جه الماتش الأخير وصعد المنتخب مع صلاح العالمي الكبير ما صدقش مهدي اللي حصل وأغمى عليه يا مولاي وشمموه بصل وراح الكابتن مهدي للدكتورة عشان تعالجه من عقدته الخطيرة ولو ادتني منديل الأمان أحكي لك اللي بينهم كان معاك المنديل مش قادر يا دكتورة مش قادر حموت حموت يا ناس حموت كابتن مهدي كابتن ايه ده يا كابتن مهدي مش كده ارحم نفسك شوية خلاص يا دكتورة كل حاجة عملتها في حياتي راحت فشوش الناس خلاص بقى هتنسى الجون بتاعي في كاس العالم يا دكتورة منك لله صلاح منك لله حموت يا دكتورة حموت خلاص يا مهدي ما كانش جون ده انت لو ممضينا على كمبيالات ما كنتش عملت فينا كده فاكرة الجون بتاع دكتورة؟ فاكرة؟ فاكرة لما الجون قال لي العفها في اليمين وانا رحت العفها في اليمين برضو فاكرة الشبكة وهي بتتهز يا دكتورة فاكرة الشغل ده فاكرة يا مهدي فاكرة طب بقولك طب فاكرة يا دكتورة لما كتبوا اسمي على الشاشة بالانجليزي بعد الجون فاكرة؟ الله الله يا دكتورة فاكرة يا كابتن مهدي بس الكلام ده من 28 سنة ده ما كانش جون ده الله كان عمل اسود وترمى في الشبكة انا بقى كل اللي بنيته في السنين دي كلها يا دكتورة راح في ثانية على ايد صلاح حسبي الله ونعم الوكيل الواد ما بيهمتش في الملعب يا دكتور عامل زي النحلة المصيبة بقى المصيبة الكبيرة فين المصيبة الكبيرة فين يا دكتور لو جاب جون في كاس العالم جون ايه ده ممكن يجيب 3 و4 ساعتها الناس هتمسحني من الذاكرة خالص يا دكتور ويبقى شاع عمرك راح خلاص يا كابتن مهدي صلي على النبي في قلبك الله أكبر استرها يا رب على صلاح والنبي يا حاجة أم صلاح ترقي صلاح كويس وياريت لو تعملي عروسة ورق عشان تغزي العين عنه 28 سنة وأنا باكل عيش على الجون ده 28 تحليل مباريات وحللت تعليق وعلقت انتخابات وكسبت ده غير الإعلانات كل ده راح في ثانية على إيد صلاح يا دكتورة ليه صلاح كده ليه صلاح أزيتك في إيه يا أبدي أزيتك في إيه شوفي لي أي حاجة يا دكتورة تخليني أنسى اللي حصل اديني مرهم ولا دواء شرب عشان أهدى يا صلاح يا صلاح طب اسمع يا كابتن مهدي أنا لقيت حل والنبي لايميني عليها دكتورة لايميني يا دكتورة أنت مستنيها إيه أنت طول ما أنت ماشي تفضل تقول أنا أول واحد جبت جون في كاس العالم اوعوا تنسوا يا عالم افضل بقى عيد وكرر وهي هتهبطك إن شاء الله بجد يا دكتورة بجد يا أخويا طب قولها كم مرة في اليوم افضل قولها طول ما أنت ماشي يلا يا كابتن ابدأ حاضر يا دكتورة أنا أول واحد جبت جون في كاس العالم أيوة أنا أول واحد جبت جون في كاس العالم أهو كده اوعوا تنسوا يا عالم
اوعوا تنسوا. الله ينور عليك يا كابتن. لا هي دي الكابتنه، انا اول واحد جبت جون في كاس العالم. وانا كمان حطيتها كده كده يا دكتوره كده. اوعوا تنسوا يا عالم. تصدق انا حاسس ان انا ارتحت يا دكتوره. طبعا يا كابتن امال، يلا كرر عشان ما تتعبش. انا اول واحد جبت جون في كاس العالم. اوعوا تنسوا يا عالم، انا اول واحد باي باي جبت جون في كاس العالم. مع السلامه يا كابتن. انا حاسب يا كابتن. واتفكت العقدة يا مولايا، وصعدنا للمونديال على ايدينا ابو صلاح، والشعب في اليوم ده نام سعيد وارتاح. الحمد لله ان العقدة فكت، بس ادعي بس ان حد يدخل جون في المونديال عشان الناس تنسى الجون اللي دخله في الزاوية اللي على ايده الشمال. يلا خش تشطف ونام يا شهرباز. بس ثانية واحدة قبل ما تشطف. ولا مسرور، انت يا زفت يا ابن اسمك مسرور، انت فين يا سياف الزفت؟ يا نهار ازرق، انت هتتغابى يا شهرباز. ايوه هتغابى يا شهرجاز، والمصحف لا تغابى ولا مسرور. حلق معايا ولا، امسك يا ودا مسرور، انت من هنا وانا من هنا، اقفش راسها يا ولا، اقطعها بقى. اعقل بس يا شهرباز، اهدى العصبيه مش كويسه. اهبط يا راجل، ده انت عندك عرق النسا. والنبي يا مولاي ابوس ايدك لحد كمك، سيبني البكرة وغلاوة امك. قشطة جدا اديك بيدا. رحمك من ايدي دي، روح ربنا يهدي. شهر جاز وشهر باز، قاعدين على الكرسي الهزاز، دي عاملة ابله وده استاذ، هنا نازلين هري وعجن ولاد، جايبين سيرة كل الناس، فلان ايه درجي فلان محتاس، ودي عاملة ماسكة عصير اناناس، وده فنان خاطي بحد سيرت راجل وسيرت ست، دي اتزوقت دي اتطلقت، ودي في أوروبا روقت، وده اشترى وده افترى، وده غاوي فشر وفشخرة، وده هو بطل الاستفزاز. شهر جاز وشهر باص، هشام يحيى، محمد مشهد، إيمان السيد، سيد زكريا، طارق عريش.